بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. كتير منكم بيطلبوا مني إن أنا يعني أعمل مركز طبي للدعامات، معتمدين على فكرة إن المركز الطبي هيتيح لي فكرة إن أنا أوفر فيه كل شيء، وإن هو هيكون متكامل، وإن هو الفكرة جميلة والطرح ممتاز. لكن أنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا، الدعامات دي لا يهم فيها غير حاجة واحدة فقط، ولا أي شيء آخر غيرها يهمني في حاجة أو يهم نجاح العملية يعني، وهو التعقيم. التعقيم هو أهم شيء في نجاح عملية الدعامة. لا درجة المستشفى تهم، ولا الآلات اللي في المستشفى تهم، احنا آلاتنا تافهة جدا. آلات اللي بيستخدمها أي واحد في عيادة خاصة، حتى مش في المستشفى، بنستخدم آلات بسيطة جدا 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 بيستخدموها اللي بيعملوا ختان للأطفال، يعني ما هياش الآلات المعقدة اللي عايزة مركز يكون مجهز على أعلى مستوى مثلا، والسرنجات اللي بنستخدمها ما هياش عايزة تجهيز مكان خاص يعني، ولا الأمبولات اللي بنجيبها عايزة مستشفى خاص ولا مركز طبي، أنت بتجيبها من أي مكان. يعني عايز أقول إن المكان نفسه لا أهمية له، الأهمية فقط في التعقيم، ودي هي مسؤولية الطبيب الجراح، ليست مسؤولية المستشفى على الإطلاق. وأنا كجراح انا بحب الاتي تبقى بتاعتي، واحب تعقيمي يبقى انا المشرف عليه بنفسي، واحب ان انا اعقم مريضي بنفسي وبالفريق اللي معايا على 3 مراحل، يبدا المساعد في الممرض، بعدين ادخل وراهم رقم 3. وقت التعقيم عندي اهم من العمليه، ممكن ياخد هو اكتر من العمليه نفسها، عمليه تافهه وبسيطه لكن التعقيم هو الاهم. فالموضوع لا يستحق، ومحدش يبص اول درجه المستشفى ويركز عليها، لان هي التعقيم هو اهم خطوه في العمليه. ياما في مستشفيات شكلها ودرجه الفندقه فيها تقول عليها 10 ستارز، كانها يعني في مستشفيات، والاخر خالص تلاقي التعقيم فيها زباله. وياما في مستشفيات تبص لها تقرف منها، لكن التعقيم هي مسؤوليه الطبيب، هو المسؤول الوحيد عن المستشفى دي. بالنسبه لنا عباره عن سرير بنأجره من المستشفى عشان حضرتك بتنام عليه قبل العملية، يسحبوا منك عينة الدم ويحضروك، وبعد ما تعمل العملية ترجع تاني أول ما تحرك رجليك بتروح. لا يوجد أي هدف من المستشفى غير هذا الموضوع. أما باقي الموضوعات فهي التعقيم ثم التعقيم ثم التعقيم، ودي مسؤولية الجراح لوحده، مسؤولية الجراح لوحده، ليست مسؤولية المستشفى ولا أي شيء آخر. هو المسؤول عنها مسؤولية كاملة، وهو اللي بيشرف عليها بنفسه. وعشان كده انا بطمنكم ان الحاجه دي انا اضمنها لكم بنسبه 1000000%، ولله الحمد والمنه. مش بناش حاجه حصلت معانا اطلاقا في اي مستشفى اشتغلنا فيها مهما كان درجتها، لان احنا لا نهتم الا بالتعقيم فقط لا غير، هو ده اهم نقطه في العمليه دي. اما الحاجات الشكليات دي كلها ما يهمناش في حاجه، وما هياش ليها اهميه خالص ان انا اعمل مركز طبي وما اعرفش اجيب امبولات من نوع خاص، وما اعرفش اجيب مش عارف سرنجات ايه بتنور لوحدها، واصل ما اعرفش اللي مش عارف بنحقن ايه وبنهبب ايه. ده كله كلام فاضي ليس له اي علاقه بنجاح العمليه. نجاح العمليه يكمن في حاجه واحده فقط، التعقيم ثم التعقيم ثم التعقيم، مع اشياء اخرى زي اختيار النوع الصح والتأني في الجراحه الخ، كل دي حاجات اخرى مساعده، لكن المستشفى لا علاقه لها بهذا الموضوع، ولا تجهيز مركز طبي على اعلى مستوى يفرق في هذا الموضوع. اشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.